شخصية قيادية غارقة في الرومانسية والعذوبة، أثرت الحياة الفنية والأدبية في مصر بروائع الأعمال الخالدة والتي ما زالت تكتسب المواطن أو المشاهد العربي حتى يومنا هذا. وبالرغم من تربيته العسكرية إلا أنه لقب بفارس الرومانسية بعدما أمتعنا بأجمل الروايات، منها رد قلبي، نادية، بين الأطلال. إنه الأديب المصري الراحل يوسف السباعي الذي وافق اليوم ذكرى ميلاده.